بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نسلط من خلاله الضوء على أبرز ما نشرته الصحف المحلية والعربية والعالمية، ونقلب أكثر صفحاتها إثارة لنناقش واقع رياضتنا المحلية مع من كتب سطورها. ونبدأ بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني جاهز للتجربة الودية أمام الأورغواي، والغساني يتمنى مواجهة لويس سواريز، منتخب الشباب يرتضي بالتعادل أمام كوريا الشمالية في النهائيات الآسيوية، وحرب المدربين تشتعل قبل خليج 22. وقضيتنا لهذا اليوم تتعلق بالنتائج المخيبة التي عاد بها وفدنا المشارك في دورة الألعاب الآسيوية. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم. دعونا نذهب لفاصل قصير وبعدها نبدأ مشوار هذه الحلقة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدا تصفح اخبار صحافتنا المحليه، حيث عاد منتخبنا الوطني ليتصدر باخباره عناوين صحفنا المحليه لهذا اليوم، التي القت الضوء بشكل مفصل على اخر تحضيراته للقاء المنتخب الاورغواياني الودي، والذي ياتي ضمن استعداداته لبطولتي كاس الخليج والنهائيات الاسيويه. صحيفه عمان عنونت تقول: المنتخب يواجه الأورغواي بطموح الأداء الأفضل، حيث وصف كاتب السطور هذه المواجهة بالأقوى والمحق الحقيقي في اختبار قدرات أبناء لوغوين قبل انطلاق بطولة كأس الخليج، ولم ينسى الإشادة بالأداء والشكل الذي ظهر عليه منتخبنا في اللقاء السابق أمام المنتخب الكوستاريكي رغم الخسارة بثلاث أهداف مقابل أربعة، في حين اختصر زميلتها الوطن اللقاء بعنوان معبر: تجربة قوية. وكتبت تقول: الأهم الاستفادة من المباراة ومعالجة الأخطاء الدفاعية والإطمئنان على وضع المنتخب قبل خليج 22، بغض النظر عن الفوز والخسارة وعن مدى قوة المنتخب الذي تواجهه، ولكن الأهم من كل ذلك هي الاستفادة القصوى التي نحتاج إليها في مثل هذه أو مثل تلك المباريات. ولا أحد يختلف بأن المنتخب الأورغواياني يمتلك من القدرات والإمكانيات الفنية الكبيرة التي تفوق تلك القدرات التي يمتاز بها عناصر منتخبنا، إلا أن في عالم كرة القدم وبالتحديد في المباريات الودية عليك أن تستفيد من المباراة أولا، ومن ثم البحث عن الفوز، خاصة في مباراة مثل مباراة المنتخب الأورغواياني. ومن الوطن وعمان إلى الشبيبة، فكتب الزميل حميد البادي تحت عنوان يقول: منتخبنا الوطني في اختبار ودي صعب أمام السيليستي، ويلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الساعة 6:30 من مساء اليوم الاثنين مع منتخب الأورغواي. على وعلق مدرب منتخبنا بول لوغوين على مباراة اليوم قائلا: أنها تجربة قوية ومثيرة، والاستفادة منها كبيرة مع منتخب يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم 2014 في البرازيل، وأكد أنه واثق من إمكانيات وقدرات لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة والاستفادة من التجربة لسد بعض الثغرات في خطوط الفريق، مشيرا إلى أنه يبحث عن تعزيز خط الدفاع من خلال متابعة المراحل المقبلة في الدوري. من جهتها كتبت الزمن وتحت عنوان: منتخبنا الوطني يتحدى نجوم أورغواي اليوم، بقلم وليد العبري الذي تساءل أيضا حول إمكانية صمود دفاعات الأحمر أمام هجوم المنتخب الأورغواياني المتوقع. ونبقى مع أجواء اللقاء الودي، فقد رمى مهاجم منتخبنا الوطني محمد الغساني
وفاز التحدي أمام النجم الأرجواني سواريز، وذلك بحسب الصحيفة التي عنوانها تقول: محمد الغساني أتمنى أن أحصل على فرصة لمواجهة سواريز. ونشرت الشبيبة على لسان الغساني ردا على سؤال: كيف ترى مباراة الأرجواي هذا المساء؟ وكيف بإمكانك أن تصف التجربة؟ قوله: هي تجربة قوية مما لا شك فيه، أن تواجه لاعبين بإمكانيات سواريز أشهر لاعبي العالم وزملائه الآخرين. بكل تأكيد سنسعى لتقديم صورة جيدة، وأتمنى أن يمنحني المدرب فرصة اللعب أو المشاركة في مباراة اليوم، وسأسعى لبذل قصارى جهدي في الملعب. وتاليا أبرز ما جاء على لسان الغساني، نتابعه إياكم. هي تجربة قوية مما لا شك في ذلك، بمواجهة لاعبين بإمكانيات سواريز أشهر لاعبي العالم وزملائه الآخرين. بكل تأكيد سنسعى لتقديم صورة جيدة، وأتمنى أن يمنحني المدرب فرصة اللعب أو المشاركة في مباراة اليوم، وسأسعى لبذل قصارى جهدي في الملعب. خبر استدعائي للمنتخب مرة أخرى كانت لحظة تاريخية بالنسبة لي، وسعادة كبيرة يعجز التعبير عن وصفها في حينها، لأنني كنت أنتظر مثل هذا النبأ حتى أثبت لنفسي وللآخرين بأن ما قدمته في المواسم الماضية يستحق أن أدافع فيها عن ألوان المنتخب الوطني. وفي نفس الوقت تعتبر ثقة كبيرة من المدرب بول لوغوين لي شخصيا، وسأبذل قصارى جهدي مع إخواني اللاعبين لتقديم المستوى الذي يرضينا عن أنفسنا أولا، ونقدم لهذا الوطن الغالي جزءا من أفضاله علينا. بالنسبة لبطولة كأس الخليج فهي تعتبر كأس عالم مصغرة بالنسبة لنا في الخليج، وهي بطولة لها تاريخها، وإن حاول البعض التقليل من مكانتها وما يمكن أن تضيفه للمنتخبات التي تشارك بها. ومن وجهة نظر شخصية أرى أن منتخبنا قادر على تجاوز الأدوار الأولى لما يملكه من عناصر مساعدة، سواء من لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني يعرف إمكانيات لاعبيه وقضى فترة طويلة معنا، وإدارة واعية لما يجب أن تعمله لمنتخباتها الوطنية، وجمهور شاهدنا حضوره لنا ومساندته لنا في لقاء كوستاريكا ولن نخذله. أما في كأس الأمم الآسيوية ربما تكون الصورة مختلفة، على اعتبار أنك تواجه منتخبات هي الأولى على مستوى القارة، سواء منتخب أستراليا المستضيف أو الكوري الجنوبي ممثل آسيا الدائم في كأس العالم أو المنتخب الكويتي المتطور ومن لديه مشاركات كثيرة في البطولة الآسيوية. وفي اعتقادي في هذه البطولة يحتاج المنتخب لاستغلال أنصاف الفرص، لأنه لن تسمح لك الفرق بالهجوم على مرماها كثيرا، ويبقى التأهل من المجموعة أمرا واردا متى ما تم استغلال الفرص من قبل المهاجمين. نادي الشباب من الأندية يتمنى كل لاعب المشاركة به من خلال وجود إدارة واعية تعي مسؤولياتها، ومدرب بمكانة المدرب مبارك سلطان الذي يعتبر بالنسبة لنا الأخ الأكبر والموجه صاحب الخبرة الكبيرة في عالم التدريب مع الأندية والمنتخبات ومجموعة من اللاعبين المميزين. والأجواء في نادي الشباب تساعد على تقديم كل ما هو جديد، ونتمنى أن نقدم الإضافة في هذا الموسم. أن تحصل على لقب هداف دوري المحترفين في أول سنة من دوري عصر الاحتراف بلا شك شيء كبير ورائع، وهذا العمل يأتي بتعاون كل زملائي معي بالنادي والجهاز الفني والإداري، وهو ما يجعلني في مسؤولية كبيرة بضوء أن نقدم الأكثر والأفضل في الموسم الحالي، لأن الوصول للقمة صعب، ولكن الأصعب أن تحافظ عليه، وسأبذل قصارى جهدي في هذا الموسم لتقديم خبرتي ومهاراتي مع نادي الشباب لتقديم مستوى يرضيهم عني. أنا من عشاق السامبا والكرة البرازيلية صاحبة المتعة والأداء الرائع بغض النظر عن نتائجها الأخيرة في كأس العالم التي استضافتها، ولكن فوزها الأخير على التانغو المنتخب الأرجنتيني أعاد شيئا من الكبرياء للسحرة. ويبقى عشقي للريال الملكي نادي القرن بلا شك هو النادي المفضل لي شخصيا لما يقدمه من مستوى وما يحققه من بطولات عالمية، ويبقى اسم البرازيلي رونالدو هو لاعبي المفضل لأنني أشعر باستمتاع وأنا أشاهد إبداعات هذا الساحر البرازيلي الموهوب. إن الذي أبهرنا أنا وإخواني اللاعبين في لقاء كوستاريكا الأخير هي عودة الجماهير العمانية للملاعب ومساندتها للمنتخب، وهذا الذي يجعلنا نقدم كل ما بوسعنا لإسعاده ورسم الفرحة دائما على وجوههم، وأتمنى من جماهيرنا الغالية أن تبقى بهذه الروح والمساندة بيننا وبينهم، ونعدهم بإذن الله تعالى بأننا لن نخذلهم ونقدم لهم ما يرضيهم. نكمل ويكم مشاهدي الكرام مشوار أخبار صحافتنا المحلية، ونبقى في أجواء المستديرة،
فرغم تحسن أداء المنتخب الشاب في البطولة الآسيوية مقارنة مع لقائه الأول أمام المنتخب العراقي، إلا أنه ارتضى بالتعادل أمام نظيره الكوري الشمالي والذي اعتبرته صحيفة الزمن غير كاف فعنونت. منتخب الشباب يضعف أماله في المنافسة على بطاقتي التأهل، وكتبت تقول: خرج منتخبنا الوطني للشباب بنقطة يتيمة في المباراة الثانية له بالمجموعة الرابعة والتي جمعته بالمنتخب الكوري الشمالي ضمن منافسات نهائيات آسيا للشباب التي تستضيفها ميانمار. وكان منتخبنا البادي بتسجيل عبر المهاجم مروان تعيب، إلا أن المنتخب الكوري الشمالي نجح في إدراك التعادل عبر اللاعب سو يونغ هيوك، وبهذه النتيجة وضع المنتخب نفسه في موقف حرج وأصبح مطالبا بتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له بالمجموعة أمام المنتخب القطري الشقيق. وفي بطولة العالم لجمال الخيل بروما، الفرس دورر للخيالة السلطانية تفوز بلقب البطل الفضية، هذا ما عنونت في صحيفة الوطن. فوز دورر في واحدة من أقوى المسابقات الخاصة بجمال الخيول، قبل أن يعود الزميل حسين البلوشي ليكتب قائلا: بعد غياب الفرس دورر لمدة 3 سنوات بسبب الإصابة، جاءت لتؤكد مكانتها في بطولات جمال الخيل لسلالات الدم المصري، فعادت بمستوى لفت أنظار المتابعين لهذه البطولات، حيث فازت في أول مشاركة لها بعد الإصابة بلقب البطل الفضية لبطولة لانكن البلجيكية لجمال الخيل العربية، وتوجت بالميدالية الفضية، وذلك قبل شهر تقريبا. ألقت صحيفة الوطن الضوء حول مشاركة فريق عمان للبحار تحت عنوان يقول: القارب العماني مسندم يستعد للمشاركة في سباق رود دي رام المحيطي من فرنسا إلى أمريكا اللاتينية. وأشارت الصحيفة إلى أن فريق عمان للبحار واحد من الفرق القليلة التي تشارك في من أجل المنافسة وحصد الألقاب، كما أشارت إلى دور الفريق في الترويج السياحي للسلطنة. فكتبت تقول: أعلنت وزارة السياحة ومشروع عمان للبحار عن استعداد القارب مسندم للمشاركة في أضخم سباق محيطي فردي ينطلق من مدينة سانت مالو الفرنسية ليقطع المحيط الأطلسي وصولا إلى جزيرة غوادالوب قبالة سواحل أمريكا اللاتينية، ضمن حملة القارب المسندم للترويج للسلطنة في عدد من الدول الأوروبية والتعريف بمقوماتها السياحية والاستثمارية. وتعد هذه الحملة أيضا فرصة لتدريب عدد من البحارة العمانيين لخوض مثل هذه السباقات العالمية وتأسيس جيل من البحارة العمانيين القادرين على المنافسة عالميا. ونبقى مع الوطن التي أشارت إلى احتضان السلطنة للدورة الرابعة لرياضة المرأة تحت عنوان يقول: المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية يبارك احتضان السلطنة للدورة الرابعة لرياضة المرأة. وكانت قد انطلقت أمس الأول بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أعمال اجتماع 81 للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعود بالفائدة على الحركة الأولمبية في دول مجلس التعاون. إذن بهذا وصلنا إلى ختام ملف الصحافة المحلية، ننتقل وإياكم إلى ملف الصحافة العربية، ونبدأ جولتنا العربية من صحيفة الأيام البحرينية التي أفردت خبر استبعاد نجم المنتخب البحريني فوزي عايش، فعنونت تقول: عايش يغادر الأحمر والمالود ينضم للقائمة. وذكرت الصحيفة إلى أن المدير الفني للمنتخب البحريني العراقي عدنان حمد اتخذ إجراء تأديبي بحق فوزي عايش، ورجحت الصحيفة أن يكون الاستبعاد ناتجا عن تأخر عايش في عن تدريبات الفريق ليغادر بقرار فني معسكر الأحمر البحريني، تاركا مكانه لمواطنه عبد الوهاب المالود العائد من الإصابة. صراع المدربين في كأس الخليج بدأ مبكرا بحسب صحيفة الوطن القطرية التي كشفت تحت عنوان: حرب المراقبة مستمرة بين بالماضي ولوبيز. قيام مدرب المنتخب السعودي لوبيز كارو بإرسال أحد مساعديه لرصد المنتخب القطري عن قرب، ولم تستبعد الصحيفة حضور لوبيز بنفسه لحضور مباراة العنابي ونظيره الأسترالي لتكوين الصورة الكاملة عن المنتخب القطري. وكشفت الصحيفة قيام مدرب العنابي جمال بالماضي
برصد الأخضر السعودي بنفسه بعد أن شاهد مباراته الأخيرة أمام المنتخب الأرجواياني في جدة. وفي مصر كشفت صحيفة الأهرام تفاصيل تعاقد نادي الزمالك مع جهاز فني برتغالي فعنونت تقول: الزمالك يتعاقد مع باتشيكو مقابل 47 ألف دولار ومساعده ب 7000. ونشرت الأهرام تصريح المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء الذي أكد سعادته بهذا التعاقد وإعجابه برئيس النادي مرتضى منصور، واعدا الجماهير بألقاب جديدة قبل أن يختتم حديثه بقوله: يحيى الزمالك. ننتقل وإياكم إلى فقرة مقالات في السعودية، حيث عكس عبد الله الفرج في عموده اليومي من حق القلم في صحيفة المنشور في صحيفة صوت الرياض السعودية حالة الرضا التام عن أداء المنتخب السعودي، ومبشر الجماهير بعودة قوية للأخضر على المستوى القاري بعد سنوات عجة. من يتابع مباريات المنتخب السعودي الودية في الفترة الأخيرة واستفادته المثلى من أيام فيفا باختياره منتخبات عريقة كما حدث مع إسبانيا وأستراليا والأرجنتين والأوروغواي، يشعر بتطور طرق إعداده للبطولات التي كان الفشل فيها طريقا لمشاركات غير مرضية. في اللقاءين الأخيرين قدم المنتخب السعودي أداء جيدا، اللعب دون ضغوط في مواجهة ودية في مقابل أجواء كروية دولية بمواجهة منتخب كبير في تاريخه وله بصمة في المونديال الأخير، وسط تشجيع جماهير ملأت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، طمأن إلى حد بعيد محبي المنتخب على مستقبله قبل كأس الخليج وكأس أمم آسيا. ربما عزل الكثيرون ظهور الأخضر الجيد إلى عامل الحماس والتفاعل مع الجماهير، وربما للجهد البدني الضعيف الذي أبداه المنتخب الضيف دون أن يكون عاكسا لتطور الأداء وفكر الجهاز الفني ودقة اختياره للاعبين وانسجامهم. خسر المنتخب في مباريات ودية أمام منتخبات متواضعة في تاريخها وانجازاتها مثل جورجيا ومولدوفا، واستقبل فيهما 6 أهداف إضافة لثلاثة من أستراليا في مواجهة انتهت بثلاثة أهداف لهدفين. المنتخب يتحول من فريق يبحث عن نفسه بعد مراحل صعبة لتغيير جيل ولادة جيل جديد سام في تأخر بلورته سوء تعامل اتحاد القدم منذ سنوات مع المنتخب والنجوم وعدم التوفيق في اختيار أجهزة فنية تتمتع بالخبرة والكفاءة، فضلا عن هبوط أداء لاعبين أفل نجمهم وظلت مجاملتهم على حساب المصلحة العامة. اليوم المنتخب السعودي قد لا يقوده المدرب المناسب، قد لا تكون اختياراته جميعها صحيحة، ربما افتقدنا لأسماء تستحق ارتداء الشعار غض لوبيز كارو الطرف عنها، وأخرى وجدت نفسها ضمن 11 لاعبا يمثلون الأخضر، وهي اختلافات قابلة للنقاش. لا يكاد منتخب تخلو تشكيلته من نقد. قبل كأس العالم كل المنتخبات طرح الإعلام تساؤلات حول قوائمها، المهم أن المنتخب ودع المجاملات وتوجه الاختيار نحو النجوم الأكثر حركة وحماسا وخلاصا في الميدان. وحين نلتقي منتخب لبنان غدا الثلاثاء لابد أن يحافظ اللاعبون على ما وصلوا إليه والمكتسبات التي خرجوا بها من مواجهة الأوروغواي. من الأهمية بمكان الثبات على أداء فني مع معالجة الأخطاء حتى يمكن تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم وثقة الجماهير بمنتخب بلدها. الحضور الكبير في استاد الجوهرة لدعم نجوم المنتخب أشعرنا بأن الخلافات الإعلامية والجماهيرية والتعصب في مواقع التواصل الاجتماعي عند الحديث حول المنتخب لا يلقي له عشاق الأخضر الحقيقيون بالا، فقد كان تواجدهم في المدرجات يعكس مدى حبهم لوطنهم ومشرفا يليق بالمفخرة الرياضية احتضنت اللقاء. كان منظرا جميلا بمشاهدة نجوم المنتخب الضيف يلتقطون صورا تذكارية قبل اللقاء. أما اللقطة الأكثر تأثيرا فكانت لحسين عبد الغني الذي جذب الأنظار وهو على دكة البدلاء، عشرات المصورين تركوا الميدان وتوجهوا نحو نجم كبير عدل المنتخب بعد أن قاد النصر ببراعة لإحراز لقبي الدوري وكأس ولي العهد. فضلا عن موهبته فهو مخلص مكافح ومنضبط يستحق هذا التقدير الخاص الذي لفت كل الأنظار. ننتقل وإياكم مشاهدي الكرام إلى مقال آخر من رفت حسنين بدت متفائلة في مقالها الذي نشر في صحيفة الأهرام المصرية
حيث أكدت قدرة الفراعنة على الخروج من عنق الزجاجة والعودة للطريق الصحيح بعد أن وجد مدرب المنتخب شوقي غريب ضالته. إذا كان المنتخب الوطني نجح في الجزء الأول من مهمته أمام بوتسوانا وحقق فوزا كبيرا وغاليا، فإن الجزء الثاني أو مباراة الأربعاء لا تقبل القسمة على اثنين. فالفوز بعدد وافر من الأهداف يمثل عنق الزجاجة نحو الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى نهائيات المغرب، سواء بالوجود ضمن أول مركزين أو أفضل ثالث على أقل تقدير. ومن جهة أخرى، فإن المدير الفني شوقي غريب توصل أخيرا في مباراة بوتسوانا إلى التوليفة الصحيحة التي تليق بتمثيل مصر، وقادرة على تحقيق الانتصارات بعيدا عن لغة المجاملات أو التأويلات، لا سيما في منطقة المناورات التي استعادت عافيتها من خلال ثلاثي الارتكاز المميز النني وصلاح والسولية، بالإضافة إلى التغييرات الموفقة في الشوط الثاني. وبالتالي فإن لقاء الأربعاء يحمل في طياته العديد من المكاسب لا بد من تحقيقها، ليس فقط بحصد النقاط الثلاث، ولكن بتأكيد أن عجلة الانتصارات تدور بقوة من جديد لأبناء الفراعنة، وأن ما حدث خلال الفترة الماضية مجرد سحابة صيف وستنتهي، وأن الغياب عن نهائيات الأمم على مدى دورتين لن يتكرر، بالإضافة إلى أنها فرصة لغريب التأكيد أنه بدأ يسير في الطريق الصحيح بعد فترة من التراجع وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول قدراته الفنية مع المنتخب. وقد جاء تعادل الثنائي تونس والسنغال في مباراة الأولى بينهما ليزيد من فرصهما لصدارة المجموعة، مما يفتح الباب أمام منتخبنا لضرورة حصد أكبر عدد من النقاط خلال الجولات الثلاثة المقبلة حتى يستمروا في المنافسة على التأهل حتى الزفير الأخير، آملا في الدخول ضمن أفضل ثالث على مستوى المجموعات، خاصة بعد أن عادت الروح إلى أوصال الفراعنة بالفوز الثمين على بوتسوانا التي اعتبرها فاتحة خير لمزيد من الانتصارات. إذن نواصل وإياكم مشاهدي الكرام مشوار حلقة اليوم، ونصل وإياكم إلى قضية اليوم، المشاركة الآسيوية، العناوين التي خرجت فيها صحيفة عمان اليوم لتلخص مشاركة وفدنا في دورة الألعاب الآسيوية، اعتبرها البعض قاسية والبعض الآخر رأى فيها الواقعية. فمعظم منتخباتنا عادت بخفي حنين، وعلى المستوى الفردي كان هناك تحسن لكنه لم يلامس منصات التتويج، وهذا ما دفع الزميل فهد الزهيمي الذي رافق الوفد في رحلة إلى مدينة أنشون الكورية التي استضافت الدورة ليدون ملاحظاته ويطلق العنان لقلمه، فكتب ما شاهده بعينه. ننتقل وإياكم مشاهدي الكرام إلى فاصل قصير، ومن بعدها نكمل مشوار حلقة اليوم. سيارتي هي جزء من حياتي وجزء من عائلتي. نحن نتدرب كل يوم في اليوم تقريبا 3 ساعات. بدأت ممارسة هذه الرياضة لما كان عمري 6 سنوات. أنا وأخوي علاقتنا جيدة إلى الحين، ونشارك نفس الأشياء ونفس الهوايات مرات. مرة واحدة يعني كانت بطولة المدارس، نحن جبنا المركز الأول. لازم أخصص وقت حق الدراسة ووقت حق رياضتي.
نجدد ترحيب بكم مشاهدي الكرام، ونصل وإياكم إلى فقرة قضية اليوم. المشاركة الآسيوية، العناوين التي خرجت فيها صحيفة عمان اليوم لتلخص مشاركة وفدنا في دورة الألعاب الآسيوية التي اعتبرها البعض قاسية والبعض الآخر رأى فيها الواقعية. فمعظم منتخباتنا عادت بخفي حنين، وعلى المستوى الفردي كان هناك تحسن لكنه لم يلامس منصات التتويج، وهذا ما دفع زميل فهد الزهيمي الذي رافق الوفد في رحلته إلى مدينة أنشون الكورية التي استضافت الدورة ليدون ملاحظاته ويطلق العنان لقلمه، فكتب ما شاهده بعينه. فقد امتدح منتخب اليد وانتقده بشدة أو انتقد بشدة منتخب الطائرة، وقال عن التنس أنهم خارج التغطية، واختصر مشاركة القدم بكلمة إخفاق. وعلى أوراق الصحيفة ذاتها انتقد زميل حمد الريامي مطالبا بوقفة تقييمية على أمل تصحيح المسار، وقال الريامي: للأسف المشاركة لم تكن إلا من أجل النسهة بعيدا عن حرارة الطقس وتقلب المناخ في السلطنة. وتابع: مشاركتنا هذه تعد الأكبر ب 130 لاعبا ولاعبة. وأبدى الريامي تعجبه من صمت اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وعدم تعقيبهم على ما حدث في كوريا الجنوبية. الريامي قال كثير في عبوده في المرمى، وارتأينا ليكون معنا اليوم في عناوين نناقش معا مشوار منتخباتنا على ورق الصحف ومقارنة ما كتب قبل وبعد. نتابع هذا التقرير. ودعت منتخباتنا الوطنية تباعا منافسات دورة الألعاب الآسيوية أقيمت بمدينة أنشون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 من سبتمبر الماضي حتى 4 من أكتوبر الجاري، بعد النتائج المخيبة للآمال والتي عقدنا في بداية المشاركة جملة من الطموحات والأحلام الوردية في قدرة منتخباتنا ولاعبينا من تحقيق النتائج الجيدة التي تشرف السلطنة في هذا المحفل الآسيوي. ولكن للأسف الشديد اتضح للجميع أن المشاركة لم تكن إلا للنزهة والاستجمام في أجواء كوريا الجميلة بعيدا عن حرارة الطقس وتقلبات المناخ لدينا في السلطنة، حيث اعتبرت بعثة السلطنة الأكبر في تاريخ المشاركات السابقة والتي وصل عددها 130 فردا من الذكور والإناث. إنما يحزن من هذه المشاركات بأن النتائج كانت أقل من المتوقع، حيث عقدنا الآمال على المنتخب الوطني لكرة القدم والذي خرج من الدور الأول بخسائر متلاحقة، واتبعته بعد ذلك المنتخبات الأخرى الهوكي وحتى الطائرة الشاطئية، وحاول اليد أن يقدم المستوى الأفضل بحصوله على المركز السابع، وبقينا ننتظر ما يقدمه لنا لاعبو ألعاب القوى باعتبار الألعاب الفردية غالبا ما يكون فيها بصيص الأمل في الوصول إلى منصات التتويج، إلا أن تلك الطموحات راحت مع التنس وغيرها من الألعاب الأخرى. وعلى الرغم من تلك الخسائر التي منيت بها منتخباتنا الوطنية، إلا أننا لم نسمع أي ردة فعل لا من اللجنة الأولمبية العمانية ولا من وزارة الشؤون الرياضية ولا الاتحادات الرياضية، وكأنه شيء لم يكن، ولا يهم ما حصل أو ما ضخت من أموال لتجهيز هذه المنتخبات من خلال المعسكرات الداخلية والسفر والترحال للمعسكرات الخارجية والتي كانت بالأسابيع. لكن لو حصل أي لاعب أو منتخب حتى على ميدالية برونزية سنجد الكل يهلل ويتغنى بأنه إنجاز، ونجد صور أولئك المسؤولين بتصاريحهم الصحفية المنمقة في الصحف المحلية يتحدثون عن الصولات والجولات في هذه البطولة التي نالت فيها معظم الدول مجموعة من الميداليات. لقد سبق وأن كانت مشاركاتنا السابقة مثل الحالية، وكان وجودنا للمشاركة فقط وليكون اسم السلطنة من بين الدول الأخرى المشاركة والموجودة دون التفكير الفعلي في تسخير الإمكانيات المتاحة من إيجاد مشروع بطل في مختلف المسابقات والذي يتم العمل عليه قبل سنوات وسنوات حتى يصل إلى المستوى الذي يؤهله للمنافسة وقدرته في التربع على منصات التتويج. أخيرا عادت قوافل المنتخبات الوطنية مثل ما ذهبت، وودعت مدينة أنشون بكل ما فيها من ذكرى جميلة، إلا أن الجميل لم يكتمل بتحقيق أي بطولة أو ميدالية لذلك على اللجنة الأولمبية العمانية ووزارة الشؤون الرياضية وكذلك الاتحادات الرياضية أن تقيم وضع أي منتخب في قدرته على المنافسة قبل الذهاب إلى أي بطولة يكون منها العائد لا شيء، ومنها تخسر الأموال التي صرفت للإعداد والاستعداد الذي وضعنا في آخر القائمة في الترتيب العام. إذن تابعنا مشاهدي الكرام وإياكم هذا التقرير الذي كتبه حمد الريامي حول مشاركة منتخبنا الوطني أو منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية في أنشون في كوريا الجنوبية والمستوى الهزيل
الذي ظهرت فيه فرقنا الرياضية. حديث الإعلام كان مختلفا قبل سفر الوفد إلى كوريا. وفي البداية نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو حمد الريامي، حياك الله حمد معنا. مرحبا سيدي الأبي، أهلا وسهلا فيك. تابعنا هذا المقال وياك، تابعنا هذا المقال حول مشاركة منتخباتنا الوطنية وفرقنا المحلية في هذه البطولة والمستوى الهزيل الذي قدمناه ولم نظفر بأي ميدالية. حديثك حول هذا المقال. بالتأكيد يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المقال لم يأتي إلا من غيظ من فيض، يعني خلينا نقول دائما يعني دائما الطموحات تكون كبيرة في أي مشاركة للمنتخبات الوطنية سواء كانت على المستوى الجماعية أو الفردية في بطولات الخارجية تمثل فيها السلطنة، ودائما يكون طموح الجماهير وحتى المسؤولين أنفسهم بأن يحقق هذه المنتخبات وهذه الأفراد مجموعة من الانتصارات وأن يعودوا على الأقل بمجموعة من البطولات أو الميداليات ولو كانت يعني في المراكز الثلاثة الأخيرة، خلينا نقول سواء كان برونزية أو فضية. دائما وأبدا يعني مثل ما أشرنا من قبل أن الاستعداد والتحضير يعني يطول السحاب وهناك الكثير من الوعود سواء كان من الجهة الفنية أو حتى من اللاعبين، ولكن عندما يخوض هؤلاء اللاعبين هذه المنافسات نجد التراجع الغير منطقي، نجد هناك عدم تحقيق خلينا نقول الانتصارات التي وعدوا فيها قبل السفر والترحال الى اي بطوله. لذلك خاصه خلينا نتكلم على الالعاب الجماعيه سواء كانت كره القدم او حتى الالعاب الهوكي واليد وغيرها، قد يكون اليد تحسن نوعا ما، ولكن القدم يعني القدم كانت هناك طموحات كبيره مع وجود المدرب حمد العزاني، وكنا طموحين كبير جدا بان يحقق هذا المنتخب نتائج جيده خاصه في ظل الاعداد والتحضير في سبق هذه البطوله، وحتى كان مجموعه من وجوه اللاعبين الشابه التي كانت لديها طموح كبير بان تحقق على الاقل انتصارات مدويه في هذه البطوله وان تعود بنتائج جيده للسلطنه. ايضا شاهدنا المسابقات الاخرى يعني خاصه كره الطائره الشاطئيه كانت الكثير من الطموحات عقدنا عليها الامال بأن تعود على الأقل بالمركز الثاني والثالث، خاصة أنها حققت مجموعة البطولات الآسيوية سابقا وعلى المستوى العربي حتى كانت يعني، وذهبت نظرة نتائجها مع النتائج الأخرى. بقينا على أمل ألعاب القوى، دائما ألعاب القوى المسابقات الفردية هي دائما ما تضع المنتخبات يعني ما طموحات في تحقيق شيء من الإنجازات. كان هناك يعني وضعنا الكثير من الآمال في عدائنا الحارثي وخاصة أنه كان سبق وحقق ميدالية برونزية في البطولات الماضية، ولكن للأسف الشديد خرجت النتائج عكسية عكس ما كنا نتوقع وعكس ما كنا نتأمل. جميل. كل هذه النتائج التي جاءت لم تكن يعني لم تشفع لأي منتخب ولم تشفع بأي لاعب بأن يعني حتى يحسن مستواه الحقيقي اللي كنا حنتعايش معه خلال الفترة الماضية. جميل. يعني حمد قبل السفر إلى كوريا الجنوبية كانت وسائل الإعلام وحتى المسؤولين يتكلمون بنوع من التفاؤل، بنوع من أن منتخباتنا راح تحقق المزيد إن شاء الله في هذه الدورة، ولكن ما حققنا أي شيء. هل المسؤولين أو حتى وسائل الإعلام تعاملوا بواقعية قبل سفر منتخباتنا الوطنية إلى هذه الدورة أم كان مجرد كلام؟ لا بالعكس، يعني خلينا نقول احنا وسائل الاعلام كانت تعامل بواقعيه من خلال التحضير الجيد لهذه البطوله. يعني انت تعرف لما تشارك على المستوى الاسيوي تجد صفوه المنتخبات واللاعبين الاسيويين مشاركين في هذه البطوله، يعني لا 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 يمكن ان تقارن يعني بطوله على مستوى اسيا على مستوى العرب. صحيح ان لدينا احتكاكات من قبل على المستوى الاقليمي الخليجي وعلى المستوى العربي، ولكن عندما تكون متواجد على المستوى الاسيوي لابد ان يكون معك الطموح الاكبر. لذلك كان خلينا نقول الاعداد والتحضير المسبق لهذه البطوله ومثل ما اشار المسؤولين في الاتحادات الرياضيه وحتى اللجنه الاولمبيه وحتى الاجهزه الفنيه واللاعبين بانفسهم بانه هناك بالفعل ستكون نتائج جيده خلال هذه البطوله، ولكن للاسف الشديد قد يكون اصطدموا بالواقع. الواقع بان المنتخبات الاخرى قد يكون حضرت اكثر يعني واستعدت اكثر من غيرهم. ودائما انت لما يعني لما تتقدم خطوه في التحضير والاعداد تجد من سبقوك ايضا تقدموا خطوات اخرى، يعني حتى اللي خلفك مثلا اللي اقل مثلا خلينا نقول الاعداد والتحضير بداوا ينافسوك. لذلك عليك ان تسير الركب، عليك ان تسير الركب من خلال التحضير والاعداد وان تكون افضل اعداد لهذه البطوله وهذه المشاركه. جميل. حبيب بما انك تكلمت عن موضوع الاعداد وموضوع التحضير، لاحظنا منتخباتنا الوطنيه عدت بشكل كبير، منتخب اليد عد في سلوفينيا، منتخب طائره شاطئيه في تونس، وكذلك منتخبات كره القدم. يعني هل نلقي اللوم كله على الاعداد مع ان الاعداد مثل ما ذكرنا اعداد كان اذا لم يكن ممتاز كان بشكل جيد جدا؟ لا شوف، احنا دائما يعني ما نضع الاعداد فقط هي الشماعه، يعني البعض للاسف الشديد يقول لك المعسكرات التي خاضها المنتخبات لم تكن بذاك المستوى سواء على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، ولكن ايضا طموح اللاعب، يعني طموح اللاعب هو الاهم هنا، يعني هو تصميم واراده اللاعب لتمثيل الوطن في هذه المحافل الرياضيه.
يعني خلينا لما نقول لديها الطموح الكبير في والإصرار والعزيمة الكبيرة بكيفية وصول لمنصة التتويج، كيفية تحقيق مثلا لقب، كيفية مثلا إهداء السلطنة مثلا ميدالية معينة في لبطولة معينة. هذا هو الطموح وهذا هو المفترض أن يكون لدى أي لاعب آخر. أنت تمثل وطن، إذا معك مهمة وطنية خارجية لابد أن تقارن وأن تنافس وأن تحاول قدر المستطاع أن تبذل كل ما لديك من جهد وطاقة للوصول لمنصة التتويج. للأسف الشديد حسب ما وصلتنا بعض يعني الأخبار قد يكون أتمنى ما تكون صحيحة بأن بعض اللاعبين للأسف الشديد إلى الساعة 12 وواحدة هم يتابعون التلفزيون والإنترنت وغير ذلك، وتصبح يوم معهم يوم الثاني معهم منافسات أو بطولة أو مباراة وغير ذلك. إذا لابد أن نقيم أيضا حتى الأداء الإداري، حتى متابعة هؤلاء اللاعبين في نومهم في أكلهم في سريرتهم في جيتهم في حتى كيفية يعني تعاملهم مع نفسيتهم. يعني البطولة هذه تعتبر بطولة فيها أيضا شيء من الجوانب النفسية في إعداد اللاعب في وتحضيره وتجهيزه لخوض مثلا بطولة أو خوض أي مباراة، وخاصة عندما تكون منافسة على المستوى الكبير خاصة المستوى الآسيوي. أنت دائما لما تنافس أي في البطولة لابد أن تكون أولا تحضيرك فني جيد، إعدادك بدني جيد، بالإضافة إلى التحضير النفسي. التحضير النفسي لابد أن يكون مهم جدا لأي لاعب ولأي منتخب. جميل، ما أنك تكلمت عن اللاعبين بشكل كبير، لاحظ أن اللاعبين شاركوا في بطولات أخرى، بطولات عربية، بطولات خليجية، نافسوا في هذه البطولات، ولكن في مشاركاتهم الآسيوية على المستوى الكبير ما يحقق المستوى المطلوب. إيش اللي ينقص اللاعب يعني بغض النظر على الأمور النفسية والبدنية الاستعدادات هذه؟ إيش اللي ينقص اللاعب العماني عشان يتطور وينافس في مثل هذه البطولات؟ مثل المنافسات الآسيوية. هو دائما ماثر يعني الجوانب النفسية هي الأهم. يعني في لديه تخوف بعض الأحيان يعني من المنافسات الكبيرة اللي يجيلها من المنتخبات الأخرى وخاصة شرق آسيا. يعني شوف شرق آسيا كيف تطورت في الفترة الأخيرة في جميع الألعاب سواء كانت الجماعية أو الفردية. يعني عندما تقارن مثلا مستوى اللاعب مثلا الخليجي أو العربي بأي مستوى مثلا لاعب آسيوي تجد هناك الفرق الكبير جدا ما بين الجانبين. إذا هنا هي الأهم، هي كيفية يعني تزرع الثقة في نفس اللاعب في مقارعة أي يعني لاعب منافس، وخاصة في الألعاب الفردية وخاصة في الألعاب الجماعية. الألعاب الجماعية يعني تتمحور في اللعب الجماعي المتكامل يعني ما بين الخطوط المختلفة سواء كان كرة القدم أو الطائرة أو الهوكي. إحنا صحيح يعني قد يكون منتخب اليد وصل إلى المركز السابع آسيويين وقد يكون هو طموح جيد يعني وإعداد جيد، ولكن طموحنا لا بد أن يتخطى هذا الحاجز. بالفعل. يعني لا ممكن مثلاً تغنى كأنها إنجاز على مستوى الآسيوي. لا بد أن تكون لدينا خطوات أخرى نفكر فيها المستقبل لإعداد هؤلاء المنتخبات وأن نوصل على الأقل للمركز الثالث أو الرابع أو نحقق بطل. ما يمنع أنك أنت تحقق بطل يعني بطولة، ولكن لا بد أن تبذل جهد وتبذل عطاء وتبذل يعني خلينا نقول إخلاص للبسة المنتخب التي يعني تمثلها في هذا البلد. جميل. نعم. حمد يعني تعدت الأسباب بشكل كبير خلال الفترة الماضية وأسباب الخروج، ومن ضمن هذه الأسباب يلقى اللوم على الإمكانيات المالية. هل الإمكانيات المالية أو المادية هي السبب العائق في تحقيق بطولات أو حتى مراكز متقدمة في هذه البطولات؟ ما أعتقد لا سيد. نشوف خلينا نقول نكون صريحين في هذا الجانب. يعني عندما نقارن بعض الدول الآسيوية بعض الدول، لا أريد أذكر أسماء دول، ولكن عندما تقارن بعض الدول الآسيوية بهذا الجانب نجد إحنا في مستوانا الأفضل ماليا وإعداد وتحضير ومنشآت وغير ذلك، ومع ذلك ما نقدر نحقق بطولة ولا ميدالية. في الوقت في الجانب الآخر نجد المنتخبات الأخرى التي لديها أقل مما لدينا تحقق يعني بطولات تحقق ميداليات. إذن هنا طموح اللاعب، هنا طموح، هنا عزيمة إصرار اللاعب في كيفية تمثيل منتخب بلاده ووصوله وتحقيق يعني وصوله لمنصات التتويج. جميل جميل. إذن يضم معنا مشاهدي الكرام عبر اتصال هاتفي للحديث حول أكثر حول هذا الموضوع ينضم حمد الريامي، نتكلم أكثر حول هذه القضية وحول النتائج المخيبة التي ظهر بها منتخباتنا الوطنية. نتكلم عن منتخب الهوكي. منتخب الهوكي وصل إلى مصاف الفرق الآسيوية والاحتلال المركز السابع على مستوى آسيا، ولكن عندما شارك في هذه البطولة خرج بالثمانية بالستة بالخمسة من الفرق المشاركة. الوضع اللي ظهر عليه منتخب الهوكي في هذه البطولة كيف تفسر ذلك؟ احنا سبق وناقشنا هذا الموضوع في جريدة عمان بكل اسهاب، وقد يكون حتى الاتحاد العماني للهوكي لم يرضي ما طرحناه. يعني هناك ظهرت خلافات كبيره جدا ما بين الجهاز الفني واللاعبين قبل هذه البطوله، خاصه عندما استبعد بعض مجموعه من الاسماء عن القائمه. النتائج اللي حققناها على المستوى الاسيوي كانت بالفعل نتائج جيده، ولكن خلينا نقول
قد يكون بمجموعة أخرى من اللاعبين. المدرب الهولندي اللي مسك من زمان من الأمور في نهاية في المطاف الأخير أو في الفترة الأخيرة حدثت بعض الانشقاقات والخلافات ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني، لذلك استبعد مجموعة من اللاعبين ونفى الاتحاد العماني لكرة الهوكي عن هذا الجانب. ولكن أعتقد النتائج السلبية اللي حققها المنتخب الهوكي دليل واضح على ما حصل في المنتخب خلال الفترة الماضية. صحيح هناك معسكرات وقيمت داخل وخارج السلطنة، بعضها في أوروبا، حتى يعني أتيحت الفرصة لسبعة لاعبين بأن يلعبوا في أوروبا في هولندا في بعض الدوريات في هولندا، ولكن هل جاءت نتائج إيجابية حين تمناها؟ ما أعتقد أنها جاءت نتائج إيجابية، ولكن جاءت نتائج سلبية عكسية. إذا النتائج لم تكن عند الطموحات، وأعتقد الخلافات اللي كانت موجودة انعكست سلبيا على أداء المنتخب الوطني للهوكي. جميل جميل، شكرا لك حمد. إذا ننتقل وإياكم مشاهدي الكرام إلى هذا الاتصال الهاتفي، ينضم إلينا كاظم البلوشي رئيس الوفد المشارك في كوريا الشمالية والألعاب الآسيوية. مساك الله بالخير. يا أهلا بك. أهلا وسهلا معك بك في برنامج عناوين. معنا طبعا حمد الريامي كاتب مقال حول النتائج المخيبة التي ظهر بها منتخبنا الوطني في هذه البطولة. نستوضح من خلالك أهم الأسباب التي ظهرت بها منتخباتنا الوطنية في هذه البطولة والمستوى الهزيل، وعدم تحقيق أي نتيجة إيجابية. طبعاً وجهات نظر، أنا أحترم الأخوان أو الصحافة أو الشارع الرياضي بصفة عامة، لكن أنا طبعاً مدير الرياضية، أنا كنت معهم خلال يعني قبل البطولة تقريباً شهر تابع تسجيل اللعيبة تسجيل الأمور هذه، لكن بخصوص الإعداد والانتخابات واللي يعني اللي صارت خلال الفترة الماضية، أنا يعني حسيت أن الإعداد كان بسيط يعني للمشاركة مثل دورة آسيوية كبيرة. أعتقد إعداد المنتخبات كان يعني بشكل يعني بسيط مقارنة ولا الثانية يعني كاظم كاظم لو سمحت، يعني إعداد أيوة. بسيط، منتخب اليد عسكر في سلوفينيا لفترة أيوة طويلة أيوة. وحقق نتائج إيجابية في هذه المشاركة وفي هذا المعسكر. أنا بخبرك يعني شوف الحين ناس خلصت يعني هاي خلصت هذه الدورة، الناس الحين خذوا من إيجابيات وسلبيات هذه الدورة بفرحهم، فالحين بيشتغلون من الحين يعرفون شنو يشتغلون حق الأربع سنوات الجاية. إحنا لا، إحنا الحين منتخباتنا شاركت تجي توقف قبل المشاركة الجاية بسنة والله نعد، فهذا أنا شوف طريقة غلط يعني. فإحنا لابد نكون دائما على استعداد يعني منتخباتنا تستعد دائما، مو بس حق المشاركة والله في آخر سنة أو آخر ستة أشهر وآخر أربعة أشهر أنا أروح معسكر. حتى لو أنا أروح أي معسكر أروح أربعة أشهر خمسة أشهر الإعداد هذا ما يكفي يعني. أي كاظم يعني إيش المانع يعني الإعداد من نهاية هذه البطولة للبطولة القادمة؟ يعني خلاص إحنا عرفنا الوضع اللي ظهرنا فيه، إيش المانع من الإعداد من هذا الوقت يعني نبدأ من هذا الوقت؟ أيوة الميزانيات ما تسمح يعني الإخوان، أنا حتى بعلمي يجلس مع بعض الاتحادات حاطين يعني مسوين خطط وحاطين برامج بس ما يقدرون يطبقونها لأن ما في الإمكانيات يعني المادية علشان ما يطبقون كل برامجهم يعني. احنا يعني ساعات نتكلم، انا سمعت ان تقولون ان والله امكانياتنا والله عندنا ماده وعندنا امكانيات، وين الامكانيات البنيه الاساسيه الملاعب؟ تتكلمون منتخب يروح يشارك قبل كم يوم يروح يشارك ما عنده ملعب يلعب فيه، فانتم تتكلمون يعني مو عايشين الواقع، ما اعتقد انتم عايشين الواقع، بس مجرد تكتبون وسمعون من جهه، تعالوا سمعوا من الاتحادات، تعالوا اسمعوا الاتحادات مثل اليد والطائره ما يقدرون يقيمون الدوري بطريقه صحيحه لانه ما عندهم ملاعب. المنتخبات ما تتدرب الساعه 1 بالليل، تدرب الساعه 12 الظهر، الساعه 1 ملاعب ما في. احنا نتكلم على اشياء وناسين ابسط الامور ان الملاعب مو متوفره. انا شيء قريب يعني صراحه انا استغرب يعني تقولون والله، على فكره اللاعب العماني عنده طموح كبير يعني، واي لاعب يعني انا اتحسست خلال الدوره اي لاعب جاي يشارك جاي يبي يأدي ويبي يرفع السلطنه. جميل. هذه امكانياتهم هم قاعد يحاولون قدر الامكان ان يوصلون. الناس تشتغل والله، احنا نقول والله احنا عندنا امكانيات، احنا ملاعب ما متوفره عندنا،
اي امكانيات، ما عندي بنيه اساسيه هي اللي ترفع الرياضه، شو اسوي بالفلوس؟ اذا عندي فلوس اروح معسكرات، وانا هني ابدي اعدادي مو قادر اسوي اعدادي في عمان وهي الطريقه الصح. جميل كاظم، انت لقيت كاظم اذا سمحت بس، انت لقيت اللوم كل اللوم على الامكانيات الماليه وعلى ما يتوفر من الاتحادات. من اللجنه الاولمبيه في حديث لها ان الاتحادات تتاخر في طلب المعسكرات في طلب الاعداد، وبالتالي هذا اللي يقل لهم ايضا على الاتحادات في تاخير طلب الاعداد. انا اقول لك في لوم، ما اقول لك اللوم على الاتحادات، لان حتى الاتحاد انا اروح اربي اشارك، انا لازم استعد حق البطوله هذه فتره طويله، مو بس والله ابي اروح اشارك بس لاجل المشاركه، والله انا ابي اعد فريقي، غلط انا اقول انا ابي اعد فريقي في هذه البطولات يعني غلط، لكن يعني بالمشاركه الماضيه والمشاركه يعني الحين اللي كانت في الصين في جوانزو الحين شاركنا بست منتخبات، هالمره شاركنا بعشر منتخبات. جميل. فهذه هذه 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 نقطه ايجابيه، لان المنتخبات اللي قامت تشارك وبغض النظر انتم احنا تتكلمون صح ما حققنا ميداليات، لكن مثلا اليد يعني حقق السادس على مستوى اسيا في اليد. هذا شيء يحسب له. الهوكي انتم تتكلمون عن الهوكي حقق السابع على مستوى اسيا، فهذا شيء زين يعني. فاحنا يعني من المشاركه الماضيه للمشاركه هذه في شيء في تقدم، مثلا الشاطئيه ايوه صعدوا الى الدور الثاني، بس مو وفقهم مصر، ما توفقوا بالمباراه هنا اطلعوا. يعني ما تقول ان كل ناخذ على اشياء سلبيه، ناخذ انه هو في اشياء ايجابيه، من الفرق حاولت ووصلت الى الدور الثاني بس ما حققت نتيجه، لان النتيجه ما تجي يعني بعد. جميل جميل. لكن كاظم في النهايه احنا ما حققنا يعني ما رجعنا باي ميداليه سواء كانت برونزيه او حتى فضيه او ذهبيه، لان بداخله من حمد الريامي. حمد تفضل. كابتن كاظم مساء الخير. يا لبيك محمد، اخبارك؟ الله يسلمك. طرحت نقطة مهمة جدا بأن تنقص المنشآت احنا داخل السلطنة، وعدم وجود المكان المناسب للمنتخبات الوطنية لكي الإعداد والتحضير والتدريبات وغير ذلك، هل هذا صحيح يعني؟ هذه 100% صحيح. نعم. أنا أقول لك منتخباتنا ما تحصل ملعب بالذات في الصالات، ما تحصل أن هي عشان تلعب تمارينها بطريقة صحيحة يعني. نعم. إذا هذه انا اقسم لك بالعشره يعني. الحلول ايش رايك الحلول؟ ايش المهم؟ الحلول احنا قبل ما نفكر ان احنا ندفع فلوس على المنشآت، نبني المنشآت، نبني صالات، نبني ملاعب علشان نوفر الكادر يعني الفني في الانديه، احنا قاعد احنا كل المنتخبات تستعد يعني مع الاتحادات. جميل جميل. وفي المنتخبات الثانيه لاعبينها جاهزين من الانديه، فاحنا انديتنا ما فيها ملاعب بطريقه صحيحه. وزاره الرياضه اللي هي معنيه بتوفير المنشات، عندنا نقص المنشات في الصالات يعني. تعال احنا الدوري ما نقدر لا اليد لا الطائره ولا الثاني يقدرون يقيمون الدوري مثل ما يبغون يعني. جميل جميل. اعداد منتخبات، نحن بعض الساعات منتخبات عشان تدرب المراحل السنيه المرافق يتدربون في الصاله، واحنا منتخب اللي بيروح يشارك يمثل السلطنه برا ينتظر لهذا المراحل. جميل جميل. كابتن كاظم لو سمحت. ايوه تفضل. كابتن كاظم بس لضيق الوقت احنا شاكر لك على مداخلتك اليوم وعلى حديثك، وان شاء الله الموضوع راح يتواصل في الحديث عنه، وان شاء الله اتمنى للكره للرياضه العمانيه الاستمرار في تقديم الافضل ان شاء الله. بقول لك اذا احنا نتمنى كذي، بس لابد احنا اول شيء الاخوان في الوزاره يفكرون من المنشات. جميل. خلينا نشتغل على المنشات اول شيء، اذا تجهز كل المنشات ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك كابتن كاظم البلوشي مدير بعثه السلطنه في دوره الالعاب الاسيويه، انا شاكر لك على حديثك معنا اليوم. ننتقل وياكم مشاهدي الكرام الى فقره مواقع الكترونيه. واخيرا نجح دييغو كوستا في كسر النحس والتسجيل للمنتخب الاسباني الذي فضله عن المنتخب البرازيلي، وذلك بحسب موقع الاتحاد الدولي الذي القى نظره سريعه على سجل هدافي المنتخب الإسباني. وكان كوستا قد سجل الهدف الأول له بقميص لاروخا في مرمى لوكسمبورغ التي انتهت برباعية نظيفة الليلة الماضية ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2016
التي ستقام بفرنسا. الخسارة أمام المنتخب الكويتي في اللقاء الودي الأول دفع اتحاد الكرة الأردني إلى فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني مجانا أمام جماهير النشامة لمتابعة اللقاء الودي الذي سيجرى اليوم، وهذا ما أكده الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأردني. وفي الختام نترككم مع كاريكاتير رسام رشيد السليم من صحيفة الجزيرة السعودية. إذن بهذا الكثير وصلنا ومشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم. شكرا لك حمد على حضورك اليوم، إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لك حمد، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي غدا إن شاء الله من الواحدة أو حتى الثانية. إلى اللقاء.